لقد رأيته هو ومجموع النار عليكم. هو ده بابو، وقت شوية بس. السلام عليكم. عليكم السلام. تمام تمام يا باشمهندس، انا هعمل بس ميوت لكل الناس عشان بس في اصوات. اوكي باشمهندس محمد، تمام. صوت واضح؟ ممكن بس. حضرتك سامعني بوضوح؟ ايوه صوتي واضح، انا سامع صوت حضرتك، حضرتك واضح. صوتي واضح. كان في سؤال. تمام، كان في كان سؤال في حضرتك سؤال، اخر بتكمل فيه. سؤال، بتفضل. هجاوب عليه حالا ان شاء الله. ماشي يا فندم. بالنسبه لاخر سؤال، كان بيسأل عن التشريعات القوانين وخاصة في مصر. هو توضيح بس صغير، حضرتك أنا مش يعني حاليا مش موجود في مصر، أنا موجود في السعودية، بس سواء على نطاق مصر أو على نطاق السعودية حتى الآن مفيش إجبار تكنولوجيا، وليكن هو الامارات ما بقاش قدامي، وليكن قلنا مين تبع. صوت بيقطع. باشمهندس محمد، معلش استاذن صوتي حضرتك. صوتي واضح كده؟ لا، هو ما كانش واضح. استاذن حضرتك تعيد الاجابه من الاول تاني. باشمهندس محمد، باشمهندس محمد، طيب تمام.
ايوه معلش أستاذ حضرتك، سامع تعيد حضرتك. الإجابة من الأول تاني. الو، أيوة يا باشمهندس، مع حضرتك. ثواني يا جماعة، ومهندس محمد إن شاء الله يكون معانا حالا. باشمهندس محمد بدوي، باشمهندس محمد بدوي، تفضل دكتور عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا باشمهندس محمد. أي يا فندم، بحضرتك. أنا كنت بسأل إذا كان ممكن محمد يبعت لنا السورس بتاع البنت دي 60 والفيلد واير، بحيث إن واحد حاضر، هو يطلع هيبعت عليه إن على شاء الله الواير. أي ريفرنس. حاضر يا فندم. أنا ممكن أوكي، أنا ممكن أبعت برضو حضرتك فيديو تاني شرح فيه من جوه الفيلد واير نفسه بيشتغل ازاي، فابعت لحضرتك برضو لا، انا مش قصدي فيديوهات تانية فيلد، وان شاء الله. مش قصدي فيديو، انا قصدي الابليكيشن نفسه، البرنامج، عشان اوكي، لينك احمله ليه؟ عندي لينك. حاضر خلاص شكرا، اوكي. هو حضرتك بس ربنا يوفقك يا لو محمد. كتبت في التطبيقات عند حضرتك على الموبايل فيلد واير هيطلع لك على طول، طب وكذلك بيم والبن والبيم 360 برضه، هو اسمه بيم 360، بيم 360 بينزل هيطلع لك كرين برضه، يعني، بس ملوش لازم، كراك ولا حاجة؟ لا هل له هو كراك مش ولا موضوع ايه؟ كده، هو البيم 360 هم حاليا يعني، هو فكرة عمله عن طريق اشتراك لكل فرد حاليا عشان ظروف اللي احنا فيها يعني، عاملينه فري للاستخدام لحد اخر شهر مايو، فحضرتك تنزله عندك وتستفيد بيه وتشتغل عليه لحد اخر مايو بشكل مجانا. ده بالنسبه للبيم 360، بس لازم يكون عند حضرتك ايميل او على موقع اوتوديسك،
يعني هتب من على اعمل اكونت على اوتو ديسك الاول. ممكن ابعت لحضرتك بالظبط، او في من هبعت لحضرتك اللينك بتاع بيم 360 تسجل عليه، هتسجل بس ايميل حضرتك اسم وهيبعت لك رساله على الموبايل على الايميل يتاكد، وبعدين بتقدر تدخل على بيم 360 تقدر تستخدمه بكل سهوله، تقدر تضيف الاشخاص وتقدر تشتغلوا عليه لحد اخر مايو. برنامج تمام. فيلد واير، برنامج فيلد واير هو فيه اكتر من اختيار برضو مدفوع بالنسبه للاشخاص، بس في جزء على طول بس ده حضرتك بتقدر يكونوا بس 5 اشخاص في يعني تقدر تدعي 5 اشخاص في المشروع اللي حضرتك فيه. تقدر الو على حوالي حضرتك سامعني؟ الو لا الصوت تمام. الصوت قطع من طيب كده شويه كده واضح؟ تاني. كنت بقول لحضرتك كده الواير واضح. بتقدر حضرتك تستخدمه بشكل مجاني بخصائص محدودة شوية للتجربة، بيكون مفتوح مع حضرتك على طول، بتكونوا 5 أشخاص بس تشتغلوا عليه في نفس المشروع، وتقدروا ترفعوا لحد 100 ملف. تستخدم كل المميزات اللي قلنا عليها دي، ما فيهاش مشكلة، مفتوح معاك الفيلد واير. لو حبيت تضيف مميزات أكبر أو تضيف عدد أشخاص أكتر، بيكون فيها اشتراك موجود على الموقع بتاعهم. بيكون طريقة الحساب في كل البرامج دي بالشخص، يعني مثلا الشخص بمبلغ معين كل شهر او سنوي، يعني فيلد واير الأشخاص اللي أنا أدخلها. عدد الاشخاص اللي بتدخلهم بالظبط. فالنسخه المجانيه، النسخه تمام. المجانيه تقدر حضرتك تضيف 5 اشخاص وتشتغل عادي فري مفتوح. تمام يا باشمهندس، تمام. وألف شكر على الشرح الرائع اللي حضرتك عملته. العفو يا فندم، شكرا جزيلا. باشمهندس محمد، في مداخلة من اتفضل بش باشمهندس اللي طالب مداخلة اتفضل. معلش اتفضل. استاذن حضرتك بس اخر سؤال ما جاوبتش عليه بتاع قبل المحادثة ما تخلص، كان بيسأل على التشريعات في مصر هل بقت إلزامية ولا لا. هو في كود مصر عملته خاص بالبيم ده، هو 12 كان في درافت منه كنا اطلعنا عليه ونزل مؤخرا ككود، كود نظام يعني للبيم، بس تنظيمية أو إلزامية للمقاولين في المشاريع الكبيرة لا. بس أعرف زمايلي في مصر شغالين في مشاريع كبيرة استخدموا البيم 360، وهنا في السعودية برضو أنا دربت عدة شركات على استخدام البيم 360 دوكيمنت والبيم 360 فيلد. فالموضوع لسه ما بقاش إلزامي، بس في بعض الأشخاص أو بعض الشركات اللي عندهم وعي بفوائد الموضوع، وبالتالي هم لوحدهم من غير اللي بتزيد في بعض البلدان. باشمهندس محمد، السلام عليكم. ازيك وعليكم يا فندم؟ السلام. حضرتك صوتي طلعت بس واضح؟
حضرتك كان صوت بيقطع يعني اه للأسف اخر فقرة ما حدش سمعها. معلش بعتذر. هو الانترنت انستيبل ف تمام. تمام. طيب السورس الخاص بال هو برنامج اللي بيه برنامج فيلد واير، وحضرتك من الابلكيشن فيلد واير دوت كوم، وعلى ال هو كان طفره وفيها شخص لابس خوذه او هيلمت يعني. فعلى الموبايل ابلكيشن حضرتك تقدر تنزليه، او حضرتك تقدر تنزله. والبيم 360. حاضر. اوكي. إلزامي والله ما عنديش فكرة الصراحة يعني، مش متأكد، مش متأكد بقى إلزامي في الاتحاد الأوروبي ولا لأ، بس ممكن أتأكد لحضرتك من المعلومة وأبقى أرجع أبلغ. ده اللينك الخاص ب ده اللينك الخاص ب الدوكيمنت. أول لما يظهر لحضرتك هيظهر ان لو عندكم اوتوديسك اي دي مهندس اشرف ممكن. بس تمام. صوت واضح؟ صوتي واضح؟ الو. تمام. اتفضل اتفضل باشمهندس اللي طالب مداخله، اتفضل حضرتك. السلام عليكم. وبركاته. اهلا وسهلا يا فندم. ازيك يا باشمهندس محمد؟ اهلا بيك. الحمد لله. اهلا وسهلا بحضرتك. معاك المهندس محمد اسماعيل. يا باشمهندس محمد اهلا وسهلا يا باشمهندس. جزاك الله كل خير يا باشمهندس محمد على المحاضره الرائعه دي، كتر خيرك حبيبي، ما تحرمش منك ابدا. العفو العفو يا فندم. شكرا جزيلا، وشكرا لحضرتك على الرساله الجميله على الجروب. لا يا هندسه، شكرا جزيلا. لا ده انت اخونا وحبيبنا يا باشمهندس محمد، ده اللي من واجب يا حبيبي. ده متشكر انت على مجهودك الرائع ده، كتر خيرك والله. الله يبارك فيك. الو باشمهندس محمد. الو الو هو واضح ان المهندس محمد، باشمهندس محمد. انا سامع حضرتك. اتفضل. الو. ايوه باشمهندس محمد. انا موجود، انا موجود. تمام يا هندسه، انا ليا بس مداخله بسيطه بخصوص التشريع، بخصوص البيم في مصر. الحقيقه انا عندي شركه بتاعتي بايلون ديت، احنا بيم مانجمنت في مصر بقالنا فتره، وشغالين مع جهات معينه في مصر في العاصمه الاداريه وفي مشاريع كبرى في مصر في البيم، تحديدا في البيم مانجمنت يعني، والمودلنج وما الى ذلك، والانفراستراكشر في بكل البرامج اللي حضرتك ذكرتها دي يعني، دي احنا بفضل الله شغالين بيها. بخصوص التشريعات يا باشمهندس، هي فعلا متحققه عندنا، ان احنا الحقيقه بنقدم سيرتيفيكيشنز ان احنا مشتركين في البرامج ديت، وبنقدم ان احنا سيرتيفايد، وبنقدم الداتا بيس بتاعت المكتب كامله قبل التقديم في اي مشروع. بالمناسبه لا، هي متشرعه وموجوده فعلا حقيقه، فمش اي حد بيقدر يخش يقول انا والله بشتغل بام فبيقول انا خلاص بخش، لا ده هم بيسالوا ويشوفوا الداتا اللي احنا بنشتغل بيها كويس جدا. باشمهندس، ثانيا ان احنا بندخل، يخشوا معانا لينكد في كل التقديمات. الو
باشمهندس معلش، هو المهندس محمد بدوي هيدخل تاني ثواني وهيكون معانا. معلش، هو الانترنت ان ظاهر ان انت ستيبل، عنده. الانترنت ان ستيبل عنده في السعودية، ماشي فمعلش اتفضل يا باشمهندس. ثواني وهيدخل ثواني، انا اسف. معلش تمام ماشي يا باشمهندس محمد. لا يا هندسة تحت امرك. ألو باشمهندس حضرتك سامعني؟ أيوه تمام أنا سامع حضرتك. تمام، صوتي كده واضح؟ هو صوت حضرتك واضح، الانترنت صوتي انستيبل، واضح؟ بس هو الانترنت انستيبل واضح، بس يعني بيقطع. طيب حاليا كويس؟ الصوت كويس؟ حاليا افضل. هو الـ انا بس باشمهندس، حضرتك سامعني يا باشمهندس؟ دخلنا في المغرب. أنا سامع حضرتك. صوتي واضح؟ صوت حضرتك واضح اهو. تمام، اتفضل يا باشمهندس. طيب تمام. تمام. ايوه يا باشمهندس محمد، أهلا وسهلا يا باشمهندس، اتفضل حضرتك. اهلا بيك هندسه. كنت برد على الباشمهندس اللي سأل بخصوص التشريعات هندسه في مصر، بخصوص التشريع بخصوص استخدام البيم في المشاريع الكبرى في مصر. احنا حقيقه احد الشركات اللي بتشتغل دلوقتي بيم مانجمنت في مصر، وفي المشاريع الكبيره خصوصا في العالمين العالمين، مظبوط وفي العاصمه صحيح الاداريه، صحيح وفي العاصمه الاداريه. الحقيقه احنا واحنا بنقدم معظم المشاريع بتاعتنا
او قبل ما نخش البيدنج ديت بنطلب مننا سيرتيفيكيشنز لكل البرامج اللي احنا بنستخدمها عندنا في الشركه. الحقيقه احنا سيرتيفايد طبعا شاريين البرامج ديت وبنشتغل بيها، فبيطلبوها بيطلبوا منها السيرتيفيكيشنز بتاعتها وبيطلبوا ان احنا مقدمين وبيطلبوا السيرتيفيكيشنز بتاعت المهندسين اللي عندنا في الشركه. ففي تشريع اوريدي موجود يعني، انا لا هو حقيقه موجوده وشغالين بيها تمام. ده من ناحيه التشريع. هل في الزام باستخدام البيم ولا هو طبيعي ان في كل في كل إلزام حته في إلزام يعني مثلا لو البيم في... تمام. هو اللي انا اعرفه فعلا استخدام البيم يا باشمهندس في ليا زمايلي فعلا في العالمين في الزام باستخدام البيم اكتر من مشروع وفي اكتر من مشروع شغالين بقى تمام. فعلا بالبيم صحيح. حضرتك في الزام باستخدام البيم بس مش في كل المشاريع، لان البيدنج اللي معمول للمشاريع في مشاريع معموله كات فايلز، والمفروض ان احنا ككونسلتنج او احنا كبيم مانجرز بيم مانجمنت في البروجكت بيلزمونا ان احنا نستخدم البيم. ففي في الزام، وفي مشاريع تانية لا يلزم فيها استخدام البيم بالمره، يعني دي حاجه ترجع لنا احنا بالظبط. هو الموضوع البروجكت اوتوكاد عادي او نرجع للبيم مانجمنت، الموضوع يرجع حاليا ده حسب المشروع يا باشمهندس محمد يعني ده مش أولد. مش نقدر نقول هو يرجع للبروجكت ده بيرجع يعني حاجات مطروحه مش للدوله نفسها لا لا للبروجكت اونرز. في 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 اونرز مش جهه حكوميه خالص وبتلزمنا بالبيم، وفي اونرز جهه حكوميه او شراكه مع الحكومه بتلزمنا بالبيم تمام. احنا في كل الاحوال بنشتغل بيم يعني تمام. حتى لو ما الزموناش بالبروجكت بيم عشان نعمل سيف للكوست وسيف للتايم الحقيقه بالظبط. هو انا فعلا بفضل الله احنا ده في الاثنين بنعمل اخر حتى يمكن يعني بدون ذكر اسماء في شركات واضح. كبيره من القصه ديت تمام. انا برضه تمام. هي مش دي القضيه يا باشمهندس محمد، الحقيقه المشكله مش هنا خالص، المشكله ان الجهه الثانيه اللي بتستقبل ماجيكت هي مش صحيح. مش اوير قوي بالبيم مانجمنت للاسف صحيح. يعني انا صحيح. دخلت صحيح. في اكتر من بروجكت هنا بفضل الله في مصر، يعني الشركه عندي دخل لما انت بتيجي تدخلهم معاك في البيم 360 او بتدخلهم معاك اي في اي بلاتفورم شغاله في الشيرنج او نتورك شيرنج بتاع البيم للاسف وبيبوظ لك مش اوير قوي بالموضوع، فبتضطر اسفا ان انت معلش يعني انت بتطرح له في الاخر الاوت بوتس بتاعتك للستيك هولدرز اللي شغالين، بتطرحها له في الاخر فايلز او كات فايلز على اساس ان انت تمشي السبميتلز بتاعتك بشكل عملي معاهم، يعني عشان كمان المستخلصات اللي بتطلع وما الى ذلك. فهي لسه عمليه ما استوتش قوي، وبخصوص حضرتك زي ما تفضلت هندسه في فعلا في بيم كود معمول في مصر تمام. وده مطروح من اكتر من جهه، احنا شويه وكان معانا اخونا المهندس عمر سليم كمان كان فيه واكتر من حد يعني هنا. الحقيقه تم قبول الورق البحث اللي احنا قدمناه، ولكن ما فيش اتباع الكود، هو ده برضو احد النقط اللي لسه مش قوي يعني ما فيش يعني انت عارف هشتغل بيم اوكي، بس هتقدم ازاي او البيم اكسكيوشن بلان بتقدمها هم مش فاهمينها، عارف ازاي يا باشمهندس محمد صحيح. هي دي النقطه اللي احنا لغايه دلوقتي مش عارفين نعمل عليها هولد يعني. انت بتقدم محترمه جدا، بتقدم تاورز، بتقدم مولز، بتقدم انفراستراكشر، كل ده احنا اوكي، بس هم الناحيه الثانيه مش عارفين ازاي نمشي احنا على البيم اكسكيوشن بلان معاك. هي دي النقطه اللي احنا فيها دلوقتي صحيح. الحقيقه صحيح وفي نقطه بخصوص الاتحاد الاوروبي لان لينا زمايلنا هناك وفي شركات هناك شغال، لا هو لسه ما تعمل امشي في كل الدول في الاتحاد الاوروبي، في بريطانيا المانيا وايطاليا وفرنسا دول اللي فعلا تحققوا فيهم البيم بشكل عام، كأي مبنى بيخش يشتغل لازم انما باقي الاتحاد الاوروبي ما نعرفش عنه حاجه خالص، ما حدش لسه كمله يعني. ده بس بخصوص المداخله هندسه.
الحاجة الأخيرة، هذه مشكلة مش عارف إزاي تتحقق في البيم 360. في البيم 360 هندسة بالنسبة للسيفل 3 دي. أوكي. دلوقتي في مشاريع سيفل 3 دي حاولنا إن إحنا نربطها بالبيم 360 بس للأسف ما عرفناش. هو عم هل في تمام يعني في حضرتك حاجة مثلا برنامج تاني لربط ككونستراكشن فيزز بالظبط وكبيلدينجز؟ هو مؤخرا طيب بالنسبه للانفراستراكشر مؤخرا الانفراستراكشر او الميجا بروجكتس. تمام انا فهمت قصدك. مؤخرا شركه اوتوديسك عملت زي اتفاقيه مع جي اي اس او اسري، شركه اسري، وبالتالي كبير بينهم. فحركة اللي موجود في الموضوع ده اسمها انفرا 360، انفرا 360 برضو تمام بالظبط. هو ده بقى اللي هيكون في اتصال بالبيم 360، انفرا 360، انفرا 360. تمام هندسه. طيب بالنسبه هندسه للنافس وورد، النافس دلوقتي هل هو بيتربط دايركت بالبيم 360 ولا بيخشوش خالص ملوش علاقه بيه؟ هو في البيم 360 موديول كامل خاص بالكوردينيشن اسمه اللي هو كان اسمه جلو. ثواني لو حضرتك لسه شايفين الشاشه ممكن اجيب الحاجات تاني. كان في فيديو برضو ثانيه واحده هو موجود ك ايوه بالظبط. هو ده الجزء الخاص. الجزء الكوردينيشن هو الجلو، فهو حضرتك بتحط عليه بكل بساطه الملفات اللي حضرتك عايز تعملها كوردينيشن وبتتعمل على الموقع نفسه. بتقدر بيقبل ال ان دبليو دي وال ان دبليو سي اللي هم بيطلعوا من النافس. حتى تقدر تحط عليه ملفات ريفت اصلا من غير النافس. يعني هو نفسه على الموقع فيه تمام. جزء خاص بال يعني الفلاشز. يعني نقدر نعمل منه ريبورتنج غير النافس كمان يا باشمهندس محمد. جيب لي انا هبعت لحضرتك او هنزل على الجروب فيديو بسيط كده بيوضح فكره العمل بتاعه الجلو. هو حضرتك تقدر تعمل تمام يا باشمهندس محمد. انا متشكر جدا على الكلام الموقع نفسه مش محتاج برامج ثانيه. تمام هندسه. للاسف هو طبعا دلوقتي كان في ميس اندرستاندينج مع الجهات ديت ان احنا بنديهم النافس كلاش ريبورتنج اللي بيطلع من النافس وورك مش من السيفل 3 اسف مش من البيم 360 للاسف. يعني كنا بندخلهم على النافس، فالنافس برضو في شويه قصص كده ان احنا بنطلع منه ال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي، فأسف برضو كان بيخشوا معانا في قصة كده غريبة شوية، فمضطرين ان احنا نرجع للبيم 360 تاني. فهي دي كانت النقطة بس. تمام. باشمهندس محمد كان في اسئلة على الشات. اوكي. IT Cloud Architect. اهلا وسهلا باشمهندس من تونس. بيت بليز. حاضر ما فيش مشكله ممكن نشيره. ايه الاسئله اللي كانت على الشات باشمهندس؟ عشان انا طلعت ودخلت تاني معلش. ممكن اللي عنده سؤال يكتبه تاني في الشات. هل في بيم كود نقدر نعمل له داونلود؟ بخصوص الكود المصري يعني ولا اي كود عموما؟ في اكواد كتيره البيم ايجيبشن كود يعني هو لسه ما نزلش بشكل رسمي. يعني النسخه اللي كانت موجوده نسخه درافت او نسخه لسه نسخه مسوده يعني، فهو قريبا جدا هينزل او متاح ان شاء الله موجود. ممكن نسخه الدرافت ممكن موجودة يعني ممكن نشاركها مفيش مشكلة.
اتفضل باشمهندس علاء. الكباسيتي ستورج يا باشمهندس انليميتد السلام عليكم. بالنسبة، عليكم السلام ورحمة اتفضل الله. منك. يعني في البيم 36 حضرتك تقدر ترفع اي ملفات، ما فيش الاستورج مفتوح انليميتد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا باشمهندس. اولا جزاكم الله خير، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وربنا يزيدنا علما وينفعنا اللهم بما امين. تعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا. اللهم امين. وبصراحة الحديث مع الباشمهندس بشركة بايلون يعني رد كتير قوي على السؤال اللي انا كنت هقوله، تمام. لكن راحوا جايز في شيء من الإضافة. هو طبعا شيء طبيعي إذا كان الأونر أو الكونسلتنت عايز يتابع المشروع من خلال هذا السيستم البيم أو البيم 30، فده بيبقى إلزامي للمقاول الرئيسي وبيشتغل بيه عادي خالص، يعني كل سيستم بيشتغل عادي خالص. هنا صحيح. السؤال لو زي ما قال في شركة بايرون أونر أو الاستشاري مش أوير بهذا السيستم، هل السيستم هيبقى إفكتيف بخصوص لو المقاول الرئيسي عمله نفسه؟ هل في هذا الوضع هيبقى هذا السيستم إفكتيف بالدرجة الكافية، ولا هيبقى تكلفة على حساب المقاول ومش هيبقى فيه كونتاكت مع الأونر أو الاستشاري مع أو تيك تمام. اتفضل. هو أول نقطة فعلا الموضوع كله أو يعني بشكل كبير عند الأونر، هو الأونر لو مهتم بتطبيق برنامج معين بيقدر يلزم بيه الاستشاري والمقاول. النقطة الثانية، وده طبعا محتاج مجهود كبير عشان يتنفذ، يعني النقطة الثانية بتاعت الآلات، فهي من وجهة نظر يعني مش هنقدر نستفيد بكل الإمكانيات الموجودة غير لو كل الأطراف اشتركت مع بعض وتعاونوا مع بعض. يعني أو لو اشتغل بنفس ده، هو يعني هي طبعا بالإمكانيات اللي موجودة، بس الفايدة العظمى أو الفايدة القصوى هتتحقق لما كل الأطراف يتعاونوا معه. لأن برضو الموضوع مش على قد مخططات بنرفعها ونشوفها، لا، الموضوع ليه تطبيقات كتيرة في كل المجالات، يعني سواء في التنسيق بين الأقسام أو في التنفيذ في الموقع، كله بيكون مربوط معه. فبالتالي نقدر نمانج بقى الريسك جاي منين، المشاكل بتيجي منين، بتتحل في قد إيه، مين اللي بيتأخر، الاستشاري بيتدلع ولا ما بيتدلع، المقاول بيتدلع ولا شايف شغله. فكل الكلام ده لما تبقى كل الأطراف شايفينه مع بعض، فالاستفادة القصوى بتكون من هنا. باشمهندس محمد، هندخل تاني بعد أعتقد، يعني أعتقد كده ممكن نكتفي النهاردة، جزاكم الله إن شاء خير. الله يعني جزاكم مش الله هتبقى خير، آخر مرة. جزاكم الله خير وبارك، يعني وربنا شكرا يحفظكم بالخير وربنا يحفظكم جميعا. اللهم امين. جزاكم الله خير يعني الاعضاء، يعني طبعا الباشمهندس حامد الغني والمنزل حتى يقول، والزملاء جميعا يعني بارك الله فيكم. شاكرين يا باشمهندس محمد، جزاكم الله خير. افضلك يا حبيبي، ان شاء الله. شكرا جزيلا، ننتظركم غدا ان شاء الله. طيب ان شاء الله ننتظركم غدا في المحاضره ان شاء الله بتاعت غدا باذن الله. شكرا باشمهندس محمد. ممكن نخليها 8:30 عشان ميعاد الصلاه، يعني ممكن نخلي 8:30 بدل 8 عشان ميعاد الصلاه، اذا كان ممكن. يعني هو ممكن بكره بس يبقى 8، وبعد كده هنخليها 8:30 تحت امر حضرتك. جزاكم الله خير بارك الله فيك. جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا باشمهندس محمد، وبارك الله في الجميع. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لمجهودك الرائع. يا شباب شكرين جدا، حياتي لكل متابعين ومحبين بيم ارابيا، والشكر موصول للاخ العزيز المهندس عمر سليم على مجهوده الكبير في بيم ارابيا. اكيد طبعا، اكيد. سلام شكرا عليكم. جزيلا ان شاء الله المحاضرات مسجله وهتنزل كلها مجهودك للتدقيق فيها ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا باشمهندس، مجهودك في تنظيم المحاضرات.